الغياب من كابينة التعليق، وموعدنا مشاهدينا مع تنافس جديد للفريق في هذه المنافسات من ديفيجن رايفلز فريق فوكسز في مواجهة بورو. في مباراة كهذه يستطيع المدرب بأن يدفع ببعض اللاعبين لتجربة، وأيضا تجربة اللاعبين في مراكز مختلفة وبعض الخطط المختلفة. انطلاقة هجومية من جانب بورو، كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي،